تفضل يا ابو محمد من الدمام. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساك الله بخير شيخ صالح. تفضل. يا شيخ عبر عنك عندي سؤالين. تفضل. السؤال الاول زوجتي راضت مع حملها. نعم. طيب. ثاني انا عندي فلوس للواحد متوفي. طيب لحظة يا اخي الكريم. زوجتك راضعة مع عمها، نعم. والسؤال؟ وش يصير عيال عمها؟ طيب يجاوب الشيخ على هذا. إذا رضعت مع عمها الرضاع التام فإنها تكون اختل له من الرضاع، اختل لعمها من الرضاع. طيب. نعم.